السلام عليكم، مرحبا بأصدقاء المبدعين، معاكم خولة. اليوم بإذن الله راح نكتشف مع بعض هذه الأداة اللي اسمها So Easy، وتساعدنا عشان نسوي التطريز نفس هذيل على الورق. وهذيل أنا سويتهم قبل باستخدام هذه الأداة. طبعا هذه الأداة تسهل علينا أن نسوي نخرم الأوراق ونطرز فيهم. هي طبعا فيها هذا الراس اللي يتغير، في تقريبا 15 نوع منه، وطريقة التبديل سهلة، بس نغير اتجاهها وبعدين نحط الثانية ونلفها. طريقة سهلة، ومن وراء في نفس مكان التخزين للإبرة. طبعا الإبرة تطلع معاه، نشتري الأداة تطلع معاها نفس هذه الخط المستقيم ومعاها الإبرة. طبعا أنا هني عندي الأشياء اللي أستخدمهم واللي أخذتهم أحتفظ فيهم، لأن خبروني طريقة الاستخدام وأفكار متنوعة لاستخدام كل أداة أو كل راس منه بطريقة مختلفة. نفس هذيل الحين راح نبدأ ونطبق مع بعض ونشوف كيف ممكن نستخدم هذه الأداة. في البداية لازم تكون عندنا الورقة اللي راح نستخدمها، طبعا أي حجم تحبوه. راح نستخدم فوم، أنا عندي هذا الفوم اللي دايما أستخدمه، اللي هو سطح حق الماوس. راح نستخدمه لأنه فوم. ممكن تستخدموا الفوم الخاص في نفس هذا اللي خاص في الكرافتينج مال الفنون، طبعا موجود في اغلب المكتبات. انا مرات استخدم هذا على حسب حجم الورقة اللي عندي. الطريقة هي اني راح نحط الفوم تحت والورقة فوق بهذه الطريقة. وطبعا لما نستخدمها المفروض نضغط على الورقة ونمرها. طبعا انا لما كنت استخدمها الخياطة او الخط ما يكون مستقيم، فاستخدم عندي اي دفتر. هني عندي انا دفتر اوراق تلوين مائي، راح احطه نفس الشيء بطريقه مستقيمه او بالطريقه او الزاويه اللي انا احبها وافضلها. وبعدين استخدم الاداه معاها، اني احطها على الحافه وتم ماشي عليها ويرسم لي خط مستقيم. طبعا الحين انا ضبطتها، حطيتها بطريقه مستقيمه. راح احط الاداة بهذه الطريقة، واتأكد ان من تحت هذيل في المكان اللي انا اريده، واضغط اقول بسم الله واضغط رايح. وطبعا ما احركها لاني بعدني ما خلصت وكاملة. اتأكد ان كل الخبوق ظهرت معاي قبل لا ارفع الاداة. ممكن بعد نحركها شوية الدفتر بدون ما نحرك الورقة، نحرك الدفتر ونخليه بالطريقة اللي احنا نحبها. طبعا نتأكد ان الدفتر مستقيم. ومرة ثانية اذا ممكن نبدأ من الطرف ونرجع، لاني ما سويته من البداية. وهذه هي الطريقة. طبعا ممكن نسوي الورقة على حسب الحجم اللي احنا نريده. وهذه عندينا بعد ما خلصت الاشكال اللي اريدهم، راح ابدأ اطرز. طبعا في البداية لما تختارون الاوراق لازم تختارون الورقة شوي ثقيلة. الاوراق الاي4 المستخدمة في الطباعة العادية الخفيفة ما تنفع، لازم شوي يكون ثقيلة عشان تتحمل معانا الأداة وتتحمل معانا بعد ما راح نبدأ نطرز في الإبرة وبالخيط. والحين راح نختار مع بعض ونبدأ نشتغل على شغلنا. وهذه كانت النهاية، طبعا سويتها وخلصت. عندي هذا الشكل، طلع لي هذا بهذه الطريقة وهذا حجمه. الأمواج سويت اثنين منهم وعدلتهم بهذه الطريقة. أما البقية فاستخدمت هذه الستة، البقية استخدمت واحد بس مع استخدام الإبرة والخيط سويت أشكال مختلفة، ديزاينات مختلفة.
طبعا وانا ياسة كل مرة احاول اني اطلع بشكل جديد بنتيجة جديدة، وطبعا هذا دائما مع كل ادوات جديدة عندكم، حاولوا تجربوه وتحاولوا وتشوفوا كم وكيف ممكن تستخدموا الادوات اللي عندكم وكيف الطريقة وكم عددهم عشان تستفيدوا من شيء واحد عندكم. وهذا كان نهاية الفيديو لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا واستمتعتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.